اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حديث العلم. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن تقنيه النانو تكنولوجي اللي هي تقنيه الصغائر. مفيش جريده بتخلو في اي يوم من الايام عن الحديث عن النانو تكنولوجي. تقنية النانو بشكل عام هي تقنية المواد المتناهية الصغر، بتعتبر وتعد من التقنيات الحديثة اللي ما زالت بتحتاج للكثير والكثير من الأبحاث والدراسات. هي بلا جدال تقنية العصر القادم، لأنها تقنية ليها تأثير كبير جدا على مناحي الحياة المختلفة، سواء الصناعية أو الزراعية أو الطبية ومجالات تانية أخرى. خلينا نتعرف أكتر على هذا الموضوع مع الباحثة صفية محمد حسني، الباحثة بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. أستاذة صفية، بنرحب بحضرتك معنا على شاشة النيل الأكبر. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية حضرتك عرفينا عن نفسك ومجال دراستك. اتخرجت من جامعة عين شمس كلية علوم في تخصص الكيمياء، بعد كده اتجهت للمعهد لدراسة الليزر وتقنية النانو، لأن زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط إن مجال النانو تكنولوجي هو المجال العصر الحديث، وإنه دخل فيه مجالات كتير جدا مختلفة تقدر إن هي تفيد من المجتمع، ودايما الباحث بيدور على إن قبل كده إحنا وصلنا لإيه علشان نقدر نكمل عليه الأحدث، فده كان سبب اتجاهي لمجال النانو. طيب النانو تكنولوجي، احنا تناولنا هذا الموضوع كثيرا سواء في وسائل الاعلام او في الجرائد اليوميه، لكن بعض الناس عايزه تعريف اكثر للنانو تكنولوجي. بالظبط، الحقيقه لما نيجي نتكلم على مجال النانو في مصطلحين مهمين جدا نقدر ان احنا نذكرهم عشان نوضح المجال. في فرق بين علم النانو وتكنولوجيا النانو. علم النانو هو دراسه المواد اللي بتكون في حجم اقل من 100 نانومتر، يعني احنا كده بنتكلم على بليون من المتر. دراسه الماده دي ده كده بسميه علم النانو، لأن المواد لما بتبقى في الحجم ده بتكتسب خواص جديدة بتختلف تماما عن خواصها في الحجم الكبير. لما نيجي نتكلم على تكنولوجيا النانو، طيب أنا الخواص الجديدة اللي اكتسبتها المادة دي هقدر إن أنا أتلاعب بيها إزاي وأتحكم فيها إزاي بحيث إن هي تقدر تدخل لي في تطبيقات مختلفة. ومن هنا ده ياخد مصطلح تكنولوجيا النانو. إذن علم النانو هو دراسة المادة نفسها في الحجم ده، ولكن تكنولوجيا النانو هو التطبيق نفسه. لكن لو نقدر نقول إن مجال النانو بيعد من أكثر الدراسات صعوبة. حقيقي، ده حقيقي. الحقيقة أنه هو فعلا هو مجال صعب، لأن حضرتك بتتكلمي على جزيئات متناهية الصغر زي ما حضرتك قلتي، وبالتالي علشان يتم دراستها بنحتاج كتير جدا من التكنيكس اللي نستخدمها عشان أقدر أن أنا أتعرف على خواص المادة دي أصبحت إيه علشان أقدر بعد كده أدخلها في تطبيق. والحقيقة الصعوبة ممكن تبقى في التوافر الأجهزة دي والإمكانيات أنها تكون موجودة عشان أقدر أن أنا أدرس المادة دي، فده فعلا نقول فعلا عشان كده هو فعلا صعب شويه. طب ايه كان سبب اختيارك لهذه الماده الفريده وفي نفس الوقت ان هي صعبه في دراستها؟ لان زي ما حضرتك قلتي في البدايه ان هو دخل في جميع المجالات. انا عندي مثلا زي مجال الزراعه، لو هنتكلم على مجال الزراعه في الاسمده مثلا، حضرتك لما بتيجي انا دلوقتي بأدي سماد قد ايه للتربه، طب هل الكمية اللي أنا اديتها للتربة دي من السماد هل النبات استفاد بكل الكمية ولا لا؟ ممكن حضرتك تلاقي ان انا اديته الكمية ما استفادش منها كلها. طب وده ليه؟ لان النباتات نفسها بيبقى فيه الثقوب اللي فيها ممكن ان ما يدخلش فيها السماد، ما يقدرش ان هو يخترقها لانها متناهية الصغر. فبالتالي السماد اللي عندي ما قدرش ان هو يدخل، فبالتالي النبات ما قدرش يستفيد بيه. إذا أنا كده ما استفدتش من كل السماد اللي أنا مقدماه. فتيجي وقتها تكنولوجيا النانو في الحالة دي تسعفني في إنها تقدر تدخل ما بين الثقوب دي ويستفيد منها النبات. ده مثلا على مجال الزراعة مثلا. فطبعا هو دخل في مجالات كتير. لو جينا مثلا نتكلم على مجال الطب مثلا، حضرتك هتبصي تلاقي إن هو دخل في الأدوية المستنشقة. عندي الأدوية في حجم المايكرو مثلا
اللي هي الادويه المستنشقه ممكن انها تدخل وتعمل ترصيب على حصيلات الرئه. ايوه. فبالتالي دي تعمل لي مشكله كبيره، لكن لما دخل حجم النانو ودخل التكنولوجيا النانو في الادويه دي طبعا سهلت لي الموضوع جدا. طيب ميزاتها واهميتها من وجهه نظر حضرتك؟ التكنولوجيا النانو. النانو. زي ما قلت لحضرتك ان المزايا انها طبعا بتدخل في المجالات كلها، بالتالي ان هي بتقدر انها توفر لي جهد كبير، بتقدر انها من الناحية الاقتصادية انها تكون اوفر واحسن، وده طبعا اي باحث بيدور على كده، لان البحث العلمي هو ايه؟ هو ان انا بدور على مشكلة عندي في المجتمع عايزة بدور لها على حل. والحقيقة ان انا دايما بشوف ان احنا دايما البحث لازم ان هو يرتبط بالمشكلة اللي موجودة عندي في المجتمع نفسه. أيوة. عشان يقدر ان هو يفيدها ويقدر يجد لها الحلول. بالظبط. طيب مجالات تطبيق علم النانو تكنولوجي بشكل عام، زي ما كنا اتكلمنا في زي ما قلت لحضرتك في مجال الزراعه، زي برضو في مجال الادويه زي ما اتكلمنا، في مجال الصناعه بيتم استخدامها طبعا. طبعا. ده انا عايزه اقول لحضرتك الموبايل حضرتك ده دخل فيه تكنولوجيا النانو. لو جينا نشوف الكريمهات، كل مستحضرات التجميل اصبحت دلوقتي دخل فيها تقنيه النانو، وبتدي طبعا يعني ليها صدى كبير جدا كويس جدا. ايه المجالات الاخرى؟ يعني هل مثلا بنستخدمها في تحليه المياه او في مجالات اخرى زي مثلا الفضاء او مجال النقل والطيران؟ هل بتستخدم النانو تكنولوجي؟ بالتاكيد، لان انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا لو اتكلمنا مثلا عن مجال الطيران او كده بتبقى انا عندي بتكلم على معادن. والمعادن دي لما بتدخل في تقنيه النانو وبتبقى في حجم النانو بتكتسب خواص جديده. ايوه. فبالتالي ان الخواص بتختلف تماما، ببدا ساعتها ان انا ادرس الخواص دي واشوف ان انا هوظفها فين. اخلي مثلا انها هتكون لو انا هصنع مثلا بيها طيارات او حاجه فبتبقى اخف، فبالتالي فادني طبعا في المجال ده. طيب عايزين نتكلم عن دور ومجال استخدام النانو تكنولوجي في مجال تحليه المياه. حلو جدا سؤال حضرتك، وانا بشكر حضرتك عليه الحقيقة، لأن دي مشكلة كبيرة جدا إنها بتقابل الدول كتير وخصوصا الدول النامية، هي مشكلة المياه الملوثة. أيوة. وطبعا لما نيجي نقول إن المية اللي تبقى ملوثة بالبكتيريا والشوائب والأملاح والحاجات دي، هتقدر إنها بعد كده دي بتكون سبب إنها تنقل الأمراض عن طريق المية. أيوة. لما نيجي نتكلم على مفهوم تحلية المياه، الحقيقة أنها بتكون عملية التخلص من المواد دي والتخلص من الأملاح والشوائب والمعادن والبكتيريا اللي هي بتكون موجودة. ودي بتكون بتخلص منها إزاي؟ عن طريق أن أنا بكون بيبقى فيه طاقة أنا محتاجاها. الطاقة دي بتكون يا إما كهربائية يا إما بتكون طاقة حرارية، زي مثلا نظام التقطير. فنظام التقطير هو بيقوم على ايه؟ ان انا بتيجي المية بتمر بحالة الغليان، بتبدأ بعد كده بيبقى فيه فرق بين التطاير في المواد، في مواد بتتطاير بسهولة وفي مواد بتكون اقل تطاير. المواد الاكثر والاقل انا عندي خلاص المواد اللي هتطاير بسرعة زي المية. أي. خلاص دلوقتي اللي هي تطايرت، تاركة ورائها ايه؟ المواد اللي هي زي المعادن وزي الاملاح وزي البكتيريا وخلافه. ايوه. بالتالي بيبقى نظام تحلية المية ركز، بيبقى التركيز اكتر والاهتمام اكتر بمياه البحر. لانها هي الحقيقة بتحتاج لطاقة اكبر من المياه الانهار والمياه الجوفية. الطاقة دي اذا دلوقتي اصبح ان انا الهدف بتاعي هو ان انا عايزة احصل على طاقة أقل، بحيث إن أنا أقدر إن أنا كده قللت التكلفة وبالتالي عملت وحصلت على مياه صالحة للشرب والري. فالحقيقة إن كان في تقنيات كتير إنها كانت موجودة، منها مثلا زي نظام التحلية بالأشعة الشمسية، إن أنا أصبحت أستخدم طاقة الشمس هي دي تكون الطاقة اللي تعمل لي عملية التبخير وبعد كده يحصل التكثيف وبالتالي أقدر أحصل على مياه صالحة للشرب. أستاذة صفية، حضرتك كان ليكي تجربة وشاركتي مع فريق بحثي في استخدام تقنية النانو تكنولوجي في تحلية المياه وتنقيتها، حضرتك كلمينا عن هذا المشروع. مظبوط، الحقيقة أنا كنت ضمن فريق بحثي في معهد القومي لعلوم الليزر في جامعة القاهرة،
وكان بيرقص الفريق الأستاذ الدكتور ياسر عطية، وأنا من خلال برنامج حضرتك يعني بحب أن أنا أشكره جدا أن هو كان اختارني من أن أنا أكون من ضمن الفريق. الحقيقة أن الحمد لله أن البحث تم قبول نشره في مجلة من المجلات الدولية، ولكنه لسه ما زال تحت الطباعة. الحقيقة أن البحث كان بيقوم على المخلفات اللي هي بتنتج من المصانع زي الأسمنت وزي الصباغة وغيره. المخلفات دي قدرنا أن احنا من خلالها نحصل على العناصر. العناصر دي بنيجي أن احنا بنخليها في حجم النانو، وبعد كده بتمر بعملية التقطير البسيطة اللي أنا كنت شرحتها لحضرتك. أنها تقدر أنها وقتها فادتني في إيه؟ فادتني في تحسين عملية التبخير، بحيث أنها المواد دي أصبحت عليها خواص ضوئية وحرارية أكتر، سهلت لي وحسنت لي من عملية التبخير في عملية التقطير اللي اتكلمنا عليها، وبالتالي تقدر تديني مية صالحة للشرب والري. طيب ايه اكثر التحديات او نقدر نقول الصعوبات اللي واجهتك في هذا البحث اثناء مشاركتك مع هذا الفريق البحثي؟ الحقيقة هي طبعا دايما هي نفس المشاكل اللي ممكن انها تواجه في اي بحث، كمان مش في ده بس، في مشاكل كتير منها انك انت تقدري انك انت تروحي للمصانع دي وتاخدي التصريح ان انت تقدري تروحي تشوفي المخلفات اللي بتطلع من المصانع، وبعد كده تصاريح انك انت تقدري تدخليها المعامل، والتصاريح الكتير دي هي دي بتبقى اهم مشكله بالنسبه لنا لانها بتاخد وقت كتير. ايوه طيب استاذه صفيه، يعني طبعا احنا عارفين ان من اكتر المشاكل البيئيه اللي بتواجهنا في المجتمع هي أطنان المخلفات اللي بتبقى ناتجة عن المصانع. إزاي نقدر نستفيد من علم النانو تكنولوجي في إن احنا نعيد تدوير هذه المخلفات مرة أخرى ونعظم الاستفادة من هذه المخلفات؟ مظبوط. الحقيقة إن وده موضوع احنا شغالين عليه دلوقتي، المخلفات الزراعية الصناعية. أيوة. زي مثلا المخلفات اللي هي بتنتج من المصانع زي مثلا العصائر، الألبان، زي قش الرز، زي وهكذا. الحاجات دي كلها احنا بنشتغل على المخلفات دي عن طريق ان بتكنولوجيا النانو وبمواد النانو بتقدر انها تساعد على تنشيط البكتيريا اللي موجودة في المواد دي، وبالتالي لما بتتنشط البكتيريا زيها زي اي كائن حي، اي كائن حي بيبقى محتاج لمواد يتغذى عليها. أيوة. بالتالي انا بضيف له المواد دي عشان يتغذى عليها، وبالتالي هيقدر يكسر لي المواد اللي هي العضويه اللي موجوده في المخلفات، علشان اقدر انها لما خلاص هتتكسر يقدر بعد كده ان هو يساعد في انتاج الغاز. طيب حضرتك زي ما عارفه طبعا ان المخلفات دي هتقدر انها لو موجوده في بقى كميه الغازات السامه اللي هي ممكن تطلع، فبكده اول حاجه انا اتخلصت منها ان انا اتخلصت من الغازات دي كلها. أي. طيب الخطوه الثانيه هي ايه؟ قدر ان بعد كده البكتيريا لما بتتنشط بتقدر انها تنتج لي خلاص الغاز، الغاز ده انا انتجته اقدر بعد كده استخدمه كوقود، اقدر بعد كده استخدمه في محركات الاحتراق الداخلي بحيث ان هي تولد لي حراره وتولد لي كهرباء. يعني نفس المصنع اللي انا خدت منه المخلفات وخلصته من المخلفات بتاعته اديته بعد كده ان هو يقدر يدور المصنع بتاعه. ايوه. الحقيقه كمان في حاجه مهمه جدا، ان في طبعا جزء حتى لو في جزء ان هو لا ما تحولش الى غاز، الجزء ده بيبدا بعد كده ان هو استخدمه كسماد للتربه، وعايزه اقول لحضرتك ان هو بيكون افضل بكتير جدا من السماد الكيميائي او سماد عضوي بس اللي هو ما دخلش عمليه اللي هي البروسيسنج اللي احنا اتكلمنا عليها دي. أيوة. فبالتالي انا كده خلصت المجتمع من المخلفات والغازات السامه اللي ممكن تطلع منه، قدرت ان انا اطلع وقود وقدرت ان انا استخدمه في حراره وفي كهرباء، قدرت كمان ان انا استخدم سماد غالي جدا ممكن انه يفيد في التربه. يعني نقدر نقول ان تدوير مخلفات المصانع باستخدام تقنيه النانو تكنولوجي بيكون ليها جدوى اقتصاديه كبيره جدا على المجتمع المصري. مظبوط مظبوط. طيب مدى امكانيه تطبيق ده في مصر بشكل كبير؟ نيجي لنقطه التطبيق. الحقيقه ان احنا دايما ودي مشكله بتواجه البحث العلمي. أيوه. خاصه في مصر وفي دول كتير الحقيقة خصوصا الدول العربية،
هي ان احنا دايما المفروض ان اي بحث احنا بنعمله لازم ان هو بيرتبط بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه وفي مشاكله. طبعا. اذا لازم ان هو ان احنا نقوم بتطبيقه، والا ان هو انا في وجهة نظري لو بحث ومش هيتطبق فاذا خلاص دي اصبحت من ابحاث الرفوف. ان انا خلاص بحث ويتحط في الدرج وخلاص كده. ودي الحقيقه بتبقى كمان مشكله مش بس الهيئات او هي بتتسبب فيها، لا انا كباحث نفسي المفروض ان انا ابقى بدور انا بعمل البحث ده ليه؟ هل انا بدور عليه بس لمجرد ان انا عايز اعمل بحث واخد عليه ترقيه، ولا انا ايه الهدف لا منه؟ هو الهدف طبعا من البحث ان انا ابحث عن المشكله وبعدين بالزبط. اجد لها الحلول المناسبه اللي اقدر اطبقها، والمرحله الثالثه اللي هو تنفيذ بنود هذا البحث اللي انا قدرت الحلول اللي انا وصلت لها وبالتالي ابدا اطبقها. بالظبط مظبوط جدا. فبالتالي ان انا لما اجي ادور على نقطه البحث بتاعتي لازم من دايما ان انا ادور على ايه اللي هيفيد المشكله دي وايه الامكانيات اللي موجوده عشان اقدر ان انا اطبقها. ايوه. فالمشكله عندنا هنا هي ايه؟ هي ان مفيش ربط ما بين الأكاديميات البحثية والمؤسسات الصناعية. لأن لو في ربط، يعني مثلا نفترض أن دلوقتي حضرتك عندك مزرعة مثلا، لو أنا دلوقتي المزرعة دي قدرت أنك أنت تعملي فيها يبقى في وحدة، الوحدة دي هاخد منك المخلفات تمام، وقدرت أن المخلفات دي أن أنا أنتج لك غاز، انت عندك دلوقتي وحده عشان تحولها لك الى كهرباء. ايوه. ومش بس كده، انت فادتك المزرعه بتاعتك وبالتالي كمان قدرت ان انت تدي بقيه المزارع اللي حواليكي، بدل ما ان احنا بنمد بالبلايين طبعا علشان نقدر ان احنا نحصل على كهرباء. أيوة. فبالتالي حضرتك فدتي نفسك وكمان فدتي اللي حواليكي، وبالتالي كمان قدرتي ان انت تستخدمي السماد برضو للارض بتاعتك. فبالتالي ان دايما الربط ما بين البحث العلمي وبين المؤسسات الصناعية ده بيكون مهم جدا. بشكل عام من وجهة نظر حضرتك، او يعني عايزين نتكلم عن مشاكل البحث العلمي تحديدا في مصر. مشاكل البحث العلمي بتبدأ طبعا زي ما حضرتك كنت قلتي في البداية، ان احنا في بداية البحث العلمي خالص ان انا بدور عن الموضوع. أيوة. المشكلة هي الهدف بتاع البحث زي ما قلت لحضرتك في البداية، أنا عندي مشكلة فبالتالي هبدأ أبحث في جوانب هذه المشكلة وأفندها علشان أجد لها الحلول. مظبوط. ما هي دي المشكلة الأساسية. إن في أبحاث كتير بتتعمل ما بتبقاش مرتبطة بمشاكل المجتمع. هي بس أبحاث بتكون معمولة لمجرد إن يتاخد بيها درجة أو إن يبقى في الشغل أو أي حاجة، لكن مش هتفيد في مشكلة في المجتمع. فدي اول حاجه، هي دي اول مشكله هدف بس طبعا البحث. في بعض الابحاث بتبقى مطلوبه طبعاً. ان انا اقدر يعني ازيد ثقافتي في عن مواضيع موضوع معين مثلا، مش شرط يكون بيبحث في مشكله معينه. طبعا مظبوط زي ما حضرتك قلتي ان في ابحاث اللي هي بتبقى بس نظريه ومش. أيوة. عمليه. مظبوط. دي حقيقي. فبالتالي ان اول مشكله هي بيبقى ان انا احدد بالاول ايه هو الموضوع اللي انا هشتغل عليه. بعد كده ببدا ان انا عشان اقدر ان انا اتم العمليه دي هي الامكانيات. وزي ما قلت لحضرتك ان فعلا الامكانيات هي برضو ما زالت يعني قليله، وحتى لو انها متواجده بتبقى موجوده برسوم غاليه شويه. فبالتالي دي برضو بتكون عامله مشكله. دي تعتبر من اهم المشاكل اللي هي موجوده في مصر وموجوده في دول كتير عربيه مش مصر بس. طب الصعوبات اللي واجهت حضرتك في ابحاثك وفي دراساتك برضو التمويل ولا حاجه تانية؟ ما هي دي زي ما بقول لحضرتك ان مثلا احنا بنشتغل، انا دايما ببقى مركزه اكتر على المجال البيئي. فانا بكون عايزه كل المخلفات اللي انا بشتغل عليها. ايوه. على الرغم انها مخلفات ولكن بتبقى التصاريح ان انا اقدر ان انا ادخلها عشان اشتغل عليها بتكون صعبه جدا. وبتاخد وقت طويل. أيوة. فبالتالي بتكون مأثرة على شغلي. دي من اهم يعني من اكتر فعلا الصعوبات اللي هي اللي قابلتني الحقيقه. طيب استاذه صفيه، عايزين حضرتك توجهي كلمه لشباب الباحثين. الحقيقة الكلمة اللي أقدر أوجهها هو أنت كباحث لازم أن أنت أول سؤال تسأله لنفسك أنت عايز تعمل البحث ليه؟ هل هدفك من البحث؟ بالضبط. إيه هدفك؟ هل أنت عايز تعمله لمجرد أنك أنت حاصل على رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه،
ولا علشان تترقى في وظيفتك وتاخد درجة، ولا هل انت نظرتك انك انت لأ انت عايز ان البحث ده ان هو بالفعل يتطبق وتقنع به المؤسسات انها فعلا تطبقه؟ لان الحقيقة هي المشكلة هي مش مشكلة مش دور الحكومة بس، لأ هي مشكلة كمان المؤسسات الخاصة. ان المؤسسات الخاصة هي لو اقتنعت فعلا انها تربط مع المؤسسات البحثية ان ده هيفيدها هتقدر انها فعلا تموله بشكل كبير. لكن المشكلة ان احنا دايما بندور على الحل الاسرع. أيوة. ايه اسرع حاجة واقدر ان انا اتجه ليها؟ الانسان دايما عجول في كل بالزبط. حاجة. بالظبط. طيب مين كان مثلك الاعلى في مجال البحث العلمي ورائدات هذا العلم في مصر؟ الحقيقة هي الدكتورة الفاضلة دكتورة منى بكرة الله يرحمها. طبعا هي بيسموها ملكة النانو تكنولوجي. الحقيقة دكتورة منى بكر هي من أعظم الشخصيات مش بس على المستوى العلمي، على المستوى كمان الإنساني. فادت ناس كتير جدا. قدرت إن هي تكون من الأوائل الناس اللي دخلوا تطبيق النانو تكنولوجي في مصر. أي. وكمان في خارج مصر. فالحقيقة أن أنا فعلا أنا واخداها هي مثل الأعلى، لأن أنا دايما أنا حابة أن أنا تكون دايما أي أبحاث أن أنا أقدمها أن أنا أحاول أنها تقدر أنها تتطبق. فالحقيقة هي مثل الأعلى في البحث العلمي. ربنا يرحمها وربنا يعني يدي حضرتك يقدر تقدري تحققي الحلم اللي انت بتحلمي بيه وتكوني فعلا من رائدات البحث العلمي في مصر. احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق. أستاذة صفية محمد حسني الباحثة بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، بنتمنى لك التوفيق والنجاح في كل ابحاثك اللي هتقدري تخدمي بيها المجتمع المصري، وشرفتينا في قناه النيل الاحمر. ميرسي جدا يا فندم. وانا عايزه اقول لحضرتك ان انا الحقيقه كنت مرتاحه جدا في الحديث مع حضرتك، والحقيقه ان الاسئله جميله جدا بتقدر انها فعلا انها توصل وجهه نظر معينه، هي ان البحث ايه هو هدفه وايه هي اهميه تطبيقه. فأنا بشكر حضرتك جدا على اللقاء. أنا بشكر حضرتك يا فندم وشرفتينا مرة تانية في قناة النيل الأكبر. مرسي جدا يا فندم. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم. الأسبوع القادم حلقة جديدة. إلى اللقاء.